قبل سنوات يمكن سنتين يعني 2019 بس كان صغير كابتن انت ما شاء الله مقتدى ياخذ بالطول عندك ايمو ياكل سباكيتي والتسريحه منه هاي التسريحه البارحه لو لابسها كريستيانو كان حسبت جول ايه على طار هي هذه اللقطه شفتها يمكن شنو رايك بيها هدف مو هدف المن لا لبرونو ما لمست كريستيانو ما لمست وبدليل ان هالكره بها مجسات وحساسات تبين اذا لمست الكره باللعب او لا تتفق هي اتفق احس تعطي 47 48 اعاز ما 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 اشر عده ولو لمس بسيط الكره بس ولولا تدخل كريستيانو ما تدخل اكيد سبب رئيسي الهيد الطريقه طبعا هو اكو لاعب بكره ولاعب بدون كره فهذه المساعده احيانا يغفلون عن اللاعب اللي يعمل حركه بدون كره يغفلون عنه بس يبحثون عن اللي يسجل هدف او يسوي الحاله اكو قسم للاعبين يعني بدون كره هم الشغل كله شاغل لهم انت شنو رايك بالحاله الكره من لمست يعني كان تداخل الكره نفس ما قال تعالي بيها حساسات اكثر من 50 حساسه واكثر امنيتك شو تقول كنت تتمنى الجول ينحسب لكريستيانو يعني انت تحب كريستيانو طبعا طيب كابتن شلون شفت اجواء المونديال لغايه الان يعني هي